بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر إن شاء الله مع نفس الدرس. درس architecture et fonctionnement d'un réseau informatique في نفس المحور محور ما يسمى بالعنوان أو الادريساج. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نقف مع بعض العناوين الخاصة أدرس أي بي سبيسيال. هذه العناوين هي عناوين لا يمكن للحاسوب أن يعمل بها داخل الشبكة، ولكن دورها يكون رئيسيا في الشبكة. فأول عنوان سوف نقف عنده هو ما يسمى بالأدرس ريزو. الأدرس ريزو عموما دائما ما أسميها أنا الأدرس الأم داخل الشبكة، لأن هذه الأدرس ريزو هي التي من خلالها تنبثق جميع الأدرسات IP التي سوف تستعمل في الشبكة، يعني وسوف تعطى للأجهزة الشبكية التي من خلالها سوف تكون مرتبطة بهذه الشبكة. فإذا مثلنا لها بهذا الشكل البسيط، فتكون عندنا الأدرس ريزو هي هذه، وهذا الأدرس ريزو هي التي تعطينا الأدرسات IP، يعني الأدرسات IP، الأدرس IP واحد مثلا، الأدرس IP جوج، هكذا إلى آخر أدرس IP يمكن إعطاؤها في هذه الشبكة، الأدرس IPN. إذن هذه الأدرس ريزو هذه دورها الأساسي هو أنها تعرف لنا مجموع الأدرسات IP التي سوف تعطى للأجهزة داخل هذه الشبكة، وإلا فهي لا يمكن إعطاؤها يعني للأجهزة المرتبطة بالشبكة. إذن فكما قلت هذه الأدرس IP تنبثق منها جميع الأدرسات IP التي سوف تعطى للأجهزة داخل الشبكة، والتي بواسطتها سوف تصبح مرتبطة بهذه الشبكة. هذا من خلال هذا يعني فيما يخص وظيفتها. أما فيما يخص شكلها فهي انتبهوا معي، فهي يعني نذهب إلى الجزء أو للبيتات التي تعين الحاسوب، جزء الحاسوب كما سبق ورأينا في الحصة في الحصص الماضية، يعني البيتات التي تعين جزء الحاسوب. هذه البيتات نرجعها جميعها، يعني نضع مكانها صفر، يعني صفر 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 صفر، يعني جميع البيتات يعني نضع مكانها صفر. فبذلك نحصل على هذا الأدرس ريزو. يعني بشكل آخر نقول أن شكل هذا الأدرس ريزو هي بأن نرجع الجزء الذي يحدد أو اللي يعين الحاسوب رقم الحاسوب في العنوان IP، نرجعه كله إلى الأصفار. فمثلا إذا كانت عندنا أدرس IP في الكلاس C مثلا بهذا الشكل 200 100 مثلا 50 14 مثلا، هذا الأدرس عموما فيكون يعني ماسكها الأولي يكون بهذا الشكل، ماسكها الأولي يكون بهذا الشكل 255 نقطة 255 نقطة 255 صفر. إذن فهنا الأوكتي أو البيتات التي تعتبر بيتات محددة لجزء الحاسوب هي هذا الأوكتي الأخير أو لا الثمان بيتات الأخيرة. لماذا؟ كما سبق وقلنا أن هذا الأوكتي التي تقابل 255 في الماسك الأولي هي الأوكتيات التي تعتبر أوكتيات أو لبيتات خاصة وتعين جزء الشبكة. إذا قلنا القاعدة هي أننا نرجع هذه البيتات كلها
بتات جزء الحاسوب نرجعها ونضع الى الصفر او نضع مكانها صفر. وهنا هذا الاوكت هذا هو 8 بيتات، 8 بيتات بيت 1 بيت 2 بيت 3 يعني بيت 1 بيت 2 بيت 3 بيت 4 بيت 5 بيت 6 بيت 7 بيت 8 اذا كانت كلها يعني اصفار، اذا كانت كلها اصفار في الاساس 2 فسوف نجد 0 في الاساس 10 وبالتالي نقول ان الادرس ريزو لهذا العنوان انطلاقا من هذا المصر هو 200 150 0 ومنه فالادرس ريزو التي انبثقت منها هذا الادرس اي بي هي 200 150 صفر وذلك بان يعني ننظر الى ماسكها فنجعل الجزء المعين للحاسوب نضع مكانه يعني الاصفار. اذا هذا فيما يخص هذا الادرس الكلاس سي. اما اذا اخذنا ادرس اي بي في الكلاس مثلا بي مثلا ادرس اي بي في الكلاس بي مثلا 170 150 201 مثلا 20 مثلا هذا ادرس اي بي في الكلاس بي ماسكه الاولي هو 255 255 0 0. إذا نظرنا إلى هذا الماسك وهذا أدرس اي بي سوف نجد أن الجزء الخاص بالشبكة هو 170 150 وسبق لنا أن تحدثنا في ذلك، والجزء الذي يحدد الحواسيب أو رقم الحاسوب هو الأوكتي الثالث والأوكتي الرابع. وإذا فلكي نحصل على الأدرس ريزو الخاصة بهذا العنوان اي بي او الذي انبثق منه هذا العنوان اي بي فسوف نرجع الجزء الخاص بالذي يعين الحاسوب نرجعه الى الصفر او لا يعني جميع البيتات سوف تكون يوضع مكانها رقم صفر وبالتالي سوف نحصل على يعني عنوان الشبكة بهذا الشكل صفر 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 صفر. إذن 170 170 150 صفر صفر هذا هو العنوان الذي يسمى عنوان الشبكة أو أدرس ريزو الذي انبثقت منه هذا الأدرس اي بي. إذا كذلك أخذنا رسالة أو العنوان عفوا من ينتمي إلى الكلاس A مثلا نأخذ 130 70 مثلا 45 ماسكها الأولي يعني لأنها رسالة أو العنوان ينتمي إلى الكلاس A فنكتب 255 صفر 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 وبالتالي انطلاقا من هذا الماسك سوف يتضح لنا ان الاوكت الاول هو اوكت خاص بالشبكه ويعين الشبكه التي ينتمي اليها هذا العنوان، اما الاوكت الثاني والثالث والرابع هي اوكتيات تحدد لنا وتبين لنا رقم هذا العنوان او هذا الادرس اي بي داخل هذه الشبكه. وبالتالي فاذا اردنا ان نستخرج الادرس ريزو الخاصه بهذا الادرس اي بي فسوف يعني نطبق نفس القاعده سوف نكتب عفوا سوف نكتب رقم الشبكة ثم يعني كما هو الرقم الذي يحدد أو العدد الذي يحدد الشبكة كما هو، ثم بخصوص الأوكتيات أو لا إذا أردنا نقول جميع البيتات المحددة والتي تحدد رقم الشبكة سوف نرجعها إلى الصفر وبالتالي سوف نحصل على العنوان التالي صفر نقطة صفر نقطة صفر وبالتالي فمئة صفر 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 هي رقم او عنوان الشبكه الذي انبثقت منه هذا الادرس اي بي 130 70 45. اذا فطريقه استخراج هذا الادرس هي جد سهله فنترك جزء الشبكه كما هو ثم نتوجه الى الجزء الذي يعين رقم الحاسوب داخل الشبكه
فنضع مكانه الأصفار، يعني جميع تلك البتات تعود أو لا تتحول إلى أصفار، وبالتالي نحصل على رقم الشبكة. إذن هذا فيما يخص الأدريس ريزو أو لا الأدريس الأولى، الأدريس سبيسيال الأولى، الأدريس ريزو يعني عنوان الشبكة. كما قلت هذا العنوان وأذكر أنه لا يمكن إعطاؤه للأجهزة داخل الشبكة، وهو فقط تنبثق منه جميع الأدريسات التي يمكن إعطاؤها إلى الأجهزة. إذن الأدريس ريزو، هذا فيما يخص الأدريس ريزو. أما فيما يخص الأدريس سبيسيال الثانية التي سوف يعني نسميها أدريس نعم سوف نسميها أدريس دو ديفوزيون أو لا باللغة الإنجليزية أدريس براود كيست. إذن الأدريس دو ديفوزيون الثانية أدريس دو ديفوزيون ديفوزيون أدريس دو ديفوزيون أو لا تسمى باللغة الإنجليزية أدريس دو براود كيست براود كيست هكذا براود كيست. إذن هذا الأدريس براود كيست أولا وظيفتها هي داخل الشبكة، هي أنها تمكن يعني من إرسال نفس الرسالة إلى جميع الحواسيب دفعة واحدة. يعني إذا أردت أن تحدث أو لا أن يعني أن ترسل نفس الرسالة إلى جميع الحواسيب المتواجدة في الشبكة، فما عليك إلا استعمال هذا أدريس دو ديفوزيون. ونمثل لها مثلا بمثلا شركة اتصالات المغرب، عندما تريد أن ترسل رسالة لجميع زبائنها فهي لا تأخذ يعني زبونا بل يعني ترسل إلى رسالة أو لا يعني تستخدم عنوان اي بي أو لا عنوان معين فترسل إلى ذلك العنوان، وبالتالي تصل الرسالة إلى جميع المستخدمين الذين ترغب مثلا هذه الشركة في أن توصل إليهم رسالتهم. إذن كما قلت وظيفة هذا الأدريس ديفوزيون هي يعني إرسال نفس الرسالة إلى جميع الحواسيب المرتبطة بداخل نفس الشبكة. هذا فيما يخص وظيفتها. أما فيما يخص شكلها فلا تختلف كثيرا عن الأدريس ريزو، فالاختلاف الذي سوف يحصل بينهما والموجود بينهما هو أن في الأدريس ريزو نرجع جميع البيتات الخاصة أو التي تعين جزء الحاسوب نرجعها إلى الصفر. بخصوص الأدريس ديفوزيون نرجع هذه البيتات نفس البيتات نضع مكانها واحد. إذا أردنا أن نأخذ أمثلة للتوضيح، فمثلا إذا أخذنا رسالة في الكلاس سي بهذه الصيغة مثلا 192 168 23 مثلا، مسكها الأولي هو 255 255 255 0. إذن هنا يتضح لنا انطلاقا من هذا المسك الأولي أن الجزء الذي يعين رقم الحاسوب داخل هذه داخل الشبكة هو يعني الأوكت الأخير، أما الشبكة فهي محددة بهذه الأوكتيات الثلاثة الأولى. إذن قلنا أنه يجب إرجاع جميع البيتات التي تحدد رقم الحاسوب داخل الشبكة نضع مكانها يعني واحد. فإذا أضعنا هنا لدينا أوكتي يعني 8 بيتات، بيت واحد بيت اثنان بيت ثلاثة بيت أربعة بيت خمسة بيت ستة بيت سبعة بيت 8. إذا يعني وضعنا يعني وضعنا كما كان كل بيت هنا واحد يعني سوف نجد 1 2 3 4 5 6 7 8، وبالتالي إذا حولنا هذا الرقم من الأساس 2 نحو الأساس 10 فسوف نجد الرقم المشهور 255. وبالتالي ف يعني الأدريس دو ديفوزيون التي سوف نحصل عليها هنا هي 192 168 3. هذه الأوكتية الثلاثة لا تتغير لأنها كانت تنتمي إلى جزء الشبكة أو للجزء الذي يعين الشبكة. أما بخصوص الأوكت الأخير الثمان بيتات فإذا أصبحت كلها يعني تساوي واحد
فسوف نجد الرقم المشهور الرقم المعروف 255 وبالتالي نقول أن الأدريس دو ديفوزيون الموجودة في هذه الشبكة 192.168.23 هو 192.168.255 فداخل هذه الشبكة إذا أردنا أن نرسل إلى جميع الحواسيب وجميع العناوين المرتبطة أو الموجودة في هذه الشبكة فما علينا إلا إرسال الرسالة إلى هذا العنوان 292.168.255 إذن هذا بخصوص أدريس في الكلاس سي إذا أخذنا أدريس أخرى في الكلاس مثلا مثلا بهذا الشكل 180.90.45 مثلا 10 هنا ماسكها الأولي ماسك هذه الأدريس التي تنتمي للكلاس بي ماسكها الأولي هو 255.255.00 إذا أردنا استخراج الأدريس دو ديفوزيون التي تمكننا من إرسال نفس الرسالة إلى جميع الحواسيب في هذه يعني في هذه لهذا العنوان فما علينا إلا أن يعني نرجع البيتات التي تحدد رقم الحاسوب داخل هذه الشبكة نرجع كلها يعني جميع البيتات تساوي 1 وبالتالي فبخصوص الأوكتي الأول فلا يتغير إذا الأدريس دو ديفوزيون سوف تكون هي 180.90 هذا الأوكتيين الأول والثاني فلا يتغيران لأنهما كان يحددان جزء الحاسوب بخصوص الأوكتي الثالث هو كان محدد لرقم الشبكة إذا يعني أرجعنا جميع بيتاته تساوي 1 فسوف نحصل على 255 ثم كذلك بنفس الشيء بالنسبة للأوكتي الرابع إذا أرجعنا جميع البيتات تساوي 1 فسوف نحصل كذلك على 255 بهذا الشكل وبالتالي فالأدريس دو ديفوزيون التي يمكن استعمالها في هذا الشبكة من أجل إرسال يعني نفس الرسالة لجميع الحواسيب هي 188.255.255 نختم بهذا المثال لكي كذلك نرى كيف يمكن استخراجها انطلاقا من الكلاس A فإذا أخذنا رسالة أو العنوان ينتمي إلى الكلاس A بهذا الشكل 120.55 مثلا عفوا 120.55.17.4 مثلا 34 ماسكها الأولي كما هو معروف هو 255.00.0 وبالتالي إذا أردنا استخراج الأدريس دو ديفوزيون يعني الخاصة بهذا العنوان أو في هذا الشبكة التي ينتمي إليها هذا العنوان فسوف نجد يعني جزء الشبكة لن يتغير سوف يبقى هو 120 أما بخصوص الأوكتيات الثاني والثالث والرابع التي تحدد وتعين رقم الحاسوب داخل الشبكة فإنها سوف يعني نرجعها جميعا بيتات تساوي بيتاتها يعني سوف نرجع بيتاتها جميعا تساوي 1 وبالتالي سوف نحصل على الرقم 255 نقطة الأوكتي الثالث كذلك 255 نقطة والأوكتي الرابع كذلك 255 وبالتالي يعني فنقول أن الأدريس 120.255.255.255 هي الأدريس دو ديفوزيون التي يمكن استعمالها في الشبكة التي تنتمي إليها العنوان 120.55.17.34 إذا أردنا أن نرسل نفس الرسالة إلى جميع الحواسيب المنتمية إلى نفس الشبكة التي تنتمي إليها هذا الأدريس هذه إذن المسألة جد سهلة فبخصوص الأدريس ريزو أو الأدريس دو ديفوزيون في الأدريس ريزو نرجع جميع بيتات التي تحدد الحاسوب نضع مكانها الصفر وبخصوص الأدريس دو ديفوزيون هذه البيتات نضع مكانها واحد فنحصل على الأدريس دو ديفوزيون إلى هنا أتمنى أن تكونوا قد فهمتم نلتقي إن شاء الله في حصة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.